طيب نتكلم بقى عن أسباب اهتمام الدول النامية بالصناعة. أول حاجة إن الدول النامية دول زراعية، وتصنيع المنتج الزراعي طبعا بيزيد من دخل إيه الدولة. ليه؟ لأن المنتج الزراعي المصنع أغلى سعرا في الأسواق، وإمكانيات تصديره إيه أكبر. يبقى أنا دولة زراعية هاخد المادة الخام اللي أنا زرعتها وأدخلها في الصناعة، لأن طبعا المادة الخام الزراعية لما بتتصنع بتكون أغلى إيه في السعر. دي أول حاجة. اتنين، تقليل الاستيراد من الخارج وتشجيع الصناعات الوطنية وتحقيق فائض يسمح بالتصدير وتوفير العملات الأجنبية. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما استورد من بره، انا طبعا صنعت ايه المادة الخام الزراعية اللي عندي او المادة الخام، وكمان شجعت الصناعات الوطنية وليكن الصناعات المصرية انا بشجعها، وبالتالي بحقق فائض أصدره، ولما أصدره طبعا هحصل على عملة أجنبية. تمام. تالت حاجة، زيادة القدرة الصناعية للدولة طبعا بيعمل على زيادة قوتها العسكرية. يبقى القوة الصناعية بتعمل على زيادة قوتها العسكرية. أربعة، قدرة القطاع الصناعي على استيعاب أعداد متزايدة من العمالة. يعني القطاع الصناعي من أكثر الأقطاع اللي بتستوعب أعداد متزايدة من العمالة، والتخفيف من مشكلة إيه البطالة. طبعا إحنا عارفين إن الدول النامية بتعاني من مشكلة البطالة، ودي أحد معوقات أصلا التنمية الاقتصادية. بسبب إيه؟ بسبب الزيادة السكانية المرتفعة. يبقى أنا عندي أربع أسباب أدت لاهتمام الدول النامية بالصناعة. الدول النامية دول زراعية، وكونها تصنع المادة الزراعية دي طبعا بيضيف ليها. اتنين، بتقلل لما تصنع، هتقلل من الاستيراد من الخارج وهتحقق فائض هتصدره للخارج، لما تصدره هتوفر عملة أجنبية. القدرة الصناعية لما بتزيد بتزود من قوة الدولة العسكرية. قدرة القطاع الصناعي ان هو يستوعب اعداد كبيرة من العمالة، وبالتالي انا هنا هقضي على البطالة. طيب تعال نشوف بقى، حلو الكلام على اللي انا اهتم بالصناعه للاسباب دي. طب ايه هي بقى المعوقات اللي بتقف في طريق كدوله ناميه علشان طبعا اعمل تنميه صناعيه؟ اول حاجه المعوقات الداخليه، ضعف كفاءه الايدي العامله ونقص الخبرات الفنيه. طبعا احنا دي اتكلمنا عليها في المعوقات لو فاكرين الاداريه، نقص الخبرات الفنيه. يبقى معوق داخلي داخل الدوله اللي انا الايدي العامله عندي غير كفء، ما عندهاش خبره كافيه من اجل عمل تنميه صناعيه. اتنين، استخدام وسائل تكنولوجيه قديمه. طبعا اهم حاجه التقدم التكنولوجي. طيب لما استخدم وسائل تكنولوجيه قديمه ده بيؤدي الى ارتفاع تكلفه الانتاج، وبالتالي المنتج المحلي غير قادر على منافسه المنتج ايه المستورد. المنتج المستورد بيكون طبعا ايه افضل كمان. تمام. وطبعا المنتج المحلي لما انا ارفع تكلفه الانتاج يبقى انا كده بزود ايه سعره. المعوض كمان الثالث، كل رؤوس الاموال الوطنيه، ضعف في راس المال. يبقى انا عندي ضعف ايدي عامله، ضعف رؤوس اموال، استخدام وسائل تكنولوجيه قديمه. يبقى ضعف ايدي عامله، قلة رؤوس اموال، استخدام وسائل تكنولوجيه ايه قديمه. دي معوقات داخليه بتعوق الصناعه في الدول الناميه. طيب المعوقات الخارجيه، اول حاجه الممارسات التجاريه للدول المتقدمه. بمعنى ان الدول المتقدمه بتتبع اسلوب حمايه منتجاتها عن طريق فرض التعريفات الجمركيه على واردات الدول ايه الناميه. يعني بتحط جمارك فلوس. اتنين، ضغوط تمارسها الشركات متعدده الجنسيات على السياسات الاقتصاديه للدول الناميه. الشركات متعدده الجنسيات يعني الشركات اللي بتتمتع بشخصيه مستقله وبتمارس نشاطها الاقتصادي في دولتين اجنبيتين او اكتر، وممكن تزيد مبيعاتها السنوية عن 100 مليون ايه دولار. دي معنى كلمة شركات متعددة الجنسيات بتمارس ضغوط طبعا على السياسات الاقتصادية للدول ايه النامية. يبقى ممارسات تجارية للدول المتقدمة ان هي بتفرض جمارك على واردات. اتنين، ضغوط بتمارسها الشركات متعددة الجنسيات على السياسات الاقتصادية.
ثلاثة المعونات والاتفاقيات التجارية دي بتعوق التنمية في الدول النامية. ليه؟ لأن في شروط بتفرضها الدول المقدمة للمعونات تصل أحيانا للمساس بسيادة واستقلال إيه؟ الدولة. يبقى المعونات والاتفاقيات التجارية دي أحيانا بتفرض شروط بتنس بسيادة الدولة، فده طبعا بيعوق إيه؟ التنمية في الدول النامية، مش هقدر إن أنا أحصل على معونات أو أعمل اتفاقيات. كمان القروض الأجنبية التي تفيد اقتصاديات الدول النامية، إلا أن زيادتها في العقد الأخير أدى إلى وجود آثار عكسية على عملية التصنيع. ليه؟ لأن الدول النامية عندها عجز إنها تسد أعباء إيه؟ الديون. يبقى أنا عندي مشكلات خارجية، ممارسات تجارية اللي هي التعريفة الجمركية، ضغوط بتمارسها الشركات متعددة الجنسيات، معونات واتفاقيات تجارية طبعا أحيانا تمس بسيادة الدولة، قروض أجنبية. طيب تعال نشوف كده من اللي فات ده اللي احنا اتكلمنا عليه هيتضح لنا ايه؟ ان عملية التصنيع والتنمية الصناعية في الدول النامية صعبة ومكلفة. صعبة ومكلفة، يبقى اعمل تنمية صناعية في الدول النامية صعب ومكلف جدا بسبب المعوقات التي تعاني منها اللي احنا اتكلمنا عليه، سواء معوقات داخلية او معوقات خارجية. طيب هنا بقى هتبرز الحاجة الايه؟ اول حاجة اعمل تخطيط صناعي. تخطيط صناعي كأسلوب علمي منظم لتوزيع الموارد وتوجيه النشاط الصناعي بقطاعاته ايه المختلف، اللي انا بقى ايه انظم توزيع الموارد اللي عندي. اتنين، اعمل تخطيط، ده مهم، الحكومة تتدخل، التدخل الحكومي كأداة لضمان تنفيذ الخطة اللي انا ايه وضعتها وحقق الاهداف المقرر. يبقى اول حاجة اعمل عملية تخطيط، اتنين اعمل يكون في تدخل حكومي عشان ينفذ الخطة، وكمان يكون في مساعدة المنظمات الدولية زي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اللي هي طبعا اسمها ايه اليونيد، والتي تعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة عشان تنمي قطاع ايه الصناعة. يبقى أنا عندي معوقات داخلية وخارجية، المعوق الداخلية ضعف في الأيدي العاملة، قلة رؤوس الأموال، قلة استخدام أساليب تكنولوجية حديثة، عندي معوقات خارجية اللي هي الجمارك، ضغوط من الشركات متعددة الجنسيات، المعونات والاتفاقيات طبعا بتفرض شروط احيانا تمس بسيادة الدولة، القروض الأجنبية الدول بتكون عاجزة عن ايه سداد عن سداد الديون. فبالتالي انا عندي معوقات، يبقى انا من خلال المعوقات دي أبدأ بقى اعمل خطة، الخطة ادخل فيها حكومة عشان تضمن لي تنفيذها، بالإضافة كمان للمنظمات الدولية تساعد الدول النامية والفقيرة. تعال نشوف ايه هي منظمة الأمم المتحدة اليونيدو. اتأسست في نوفمبر شهر 11 أواخر القرن العشرين 1966، مقرها في مدينة فيينا عاصمة النمسا. أهدافها ايه بقى؟ أول حاجة دعم التنمية الصناعية المستدامة في الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير اللي بتمر بمرحلة انتقالية، اللي هي بتطلع من مرحلة لمرحلة من أجل التطور. دعم وتمويل مشروعات التنمية الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم، بتعمل عملية تمويل للمشروعات الصغيرة عشان تشجع على إقامة التنمية الصناعية. استثمار القوى المشتركة للحكومات والقطاع الخاص عشان طبعا تشجع الإنتاج الصناعي وإقامة شراكات صناعية دولية. دي بالنسبة لمهام الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اللي هي اليونيدو. طيب تعال نشوف بقى أسئلة كده على الجزء ده. تعاني الدول النامية من تأخر في تطور آلات الإنتاج. تعاني الدول النامية من تأخر في تطور آلات الإنتاج. أنا عندي تأخر في الدول النامية في تطور الآلات، طب ده هيؤدي لي لإيه؟ ضعف القدرات التنافسية، ولا انخفاض تكلفة الإنتاج، ولا ارتفاع الأجور العمالية، ولا انخفاض أسعار المنتجات. طبعا لما يكون عندي تأخر في تطور الآلات ده طبعا بيؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وبالتالي هيكون عنده ضعف في منافسة المنتجات المستوردة. تمام كده؟ يبقى أنا عندي دي اتكلمنا عليها،
اللي هي من معوقات الصناعة الداخلية، اللي أنا بستخدم أساليب تكنولوجية قديمة بتؤدي لارتفاع تكلفة الإنتاج، وتكلفة الإنتاج طبعا بتجعل المنتج المحلي غير قادر على منافسة المنتج المستورد. طبعا ده أهو الإجابة. طيب، يظهر التشابه بين الصناعات التالية من حيث الخصائص في المجموعة. فاكرين لما اتكلمنا على صناعة السكر والحديد والصلب، اتفقنا ان في التصنيفات متشابهة. طيب، انا عندي تعبئة التمور والملابس القطنية واستخراج ملح الطعام، ولا صناعة السيارات وتجميع الطائرات، ولا استخراج البترول، دبغ الجلود والملابس الصوفية وتعبئة التمور، الآلات الزراعية وحفارات الأنفاق والمعدات الصناعية. طيب، أنا لو جيت كده بص، إيه المشترك؟ هلاقي عندي الآلات الزراعية وحفارات الأنفاق والمعدات الصناعية، كل دي صناعات إنتاجية، دي كلها صناعات إنتاجية، تمام كده؟ لكن عندي الباقي بيتخلله صناعات تحويلية، تمام؟ وعندي برضو صناعات استخراج، في استخراجية أيضا، تمام؟ يبقى أنا عندي رقم د متشابهين في إنهم صناعات إنتاجية. يجب على الدول النامية التي تحول اقتصادها من الزراعة للصناعة أن، اتفقنا إن الدول النامية بتتوجه حاليا أو الإنتاج الصناعي اتحول للدول النامية لعدة أسباب. طيب، أنا علشان الدول النامية تحول اقتصادها من زراعة لصناعة تعمل إيه؟ تتوسع في الاقتراض لزيادة الإنتاج. طبعاً إحنا عندنا معوق خارجي اللي هي سياسة الاقتراض، إن الدول النامية بتكون عاجزة عن تسديد الديون، تستفيد من القروض في توفير الخدمات، دي إحنا اتكلمنا برضو على القروض، توازن بين القروض وقدرتها على السداد. تمام، حلو قوي الكلام، اللي انا اوازن ما بين القروض وقدرتها على السداد زي الفل، لان احنا عندنا المعوق اللي الدوله غير قادره على تسديد اعباء الديون. رقم د، تقترض من اكثر من دوله، طبعا مشكله جدا، لان مشكله كبيره جدا ان انا اقترض من اكثر من دوله. طيب، ده بالنسبه للجزء اللي احنا اخدناه. يبقى مراجعه سريعه كده على الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا خدنا يعني ايه كلمة صناعة، اللي هي انا بحول المادة الخام من صورة اولية لصورة قابلة للاستهلاك او ملائمة لحاجات الانسان. اتكلمنا ان درجة تقدم الدولة بتتقاس بدرجة تقدمها الصناعي. كمان اخدنا اسس التصنيف، سواء مادة خام او خصائص، او مادة خام سواء زراعية او حيوانية او معدنية، سواء صناعات استهلاكية او انتاجية، حجم الصناعة سواء خفيفة او ثقيلة، طبيعة النشاط سواء استخراجي او تحويلي. اتكلمنا كمان عن الاقاليم الصناعيه، واتفقنا ان من نهر المسيسيبي غربا حتى اوروبا شرقا وجبال الاورال في روسيا الاتحاديه، المنطقه دي بتستهلك 90% من القوى المحركه بالعالم، وطبعا معظم انتاجها صناعات ثقيله. ده بالنسبه للاقاليم واتكلمنا عليه. بعد كده اتكلمنا عن الصناعة في الدول النامية، وان الانتاج الصناعي اتحول بالتدريج نحو الدول النامية، لانها طبعا بيتوفر فيها المادة الخام والبنية الاساسية والنفقات بها اقل واسواق كبيرة تستوعب الانتاج. اتكلمنا عن اسباب اهتمام الدول النامية بالصناعة. اولا دول زراعية، المنتج الزراعي لما بيتصنع بيكون اغلى في السعر، بتقلل طبعا لما تصنع في عندها، هتقلل من الاستيراد من الخارج، وهتزود قدرتها العسكرية، وكمان هتستوعب عدد عمالة كبير. اتكلمنا كمان عن المعوقات سواء كانت داخلية أو خارجية، وإزاي أبدأ إن أنا أواجه المعوقات دي عن طريق التخطيط الصناعي والتدخل الحكومي ومساعدة المنظمات الدولية زي اليونيتو. ده بالنسبة لي الجزء بتاع النهاردة. إن شاء الله الحصة الجاية هنكمل الدرس الخاص بالتنمية الصناعية. مع السلامة.